صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه الجوله الاخباريه الصباحيه، نتابع من خلالها بعض الاخبار التي تتابع جانبا من تطورات الشان المصري. نبدا بهذه المتابعه التي ترصد نشاط رئاسه الجمهوريه او جانبا من نشاط رئاسه الجمهوريه، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس. المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات له أوضح أن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، وأيضا تم التأكيد على الحرص على دفع التعاون المشترك على الصعيد الثنائي بين مصر واليونان في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، فضلا عن مواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق منها بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. ملف التربية والتعليم واحد من الملفات المهمة والتي تعول عليها الدولة كثيرا لإحداث نهضة حقيقية سواء في التعليم أو في مختلف المجالات. هذه المتابعة ترصد جانبا أيضا من جهود الدولة في النهوض بهذا الملف، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات الاستعدادات النهائية لبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، بهدف تحقيق الانضباط اللي يتم من خلاله تقييم المديرية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل مقصر. وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية المختلفة أكدت على التنبيه على مديري الإدارات التعليمية التابعة بالالتزام بعدد من الضوابط، من أهمها الاطمئنان على انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وأيضا التأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، أيضا التأكد من وصول الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية لجميع المدارس، وكذلك الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ومتابعة التزامهم بجداول الإشراف اليومي وبصفة خاصة في فترة بداية اليوم الدراسي وصولا إلى موعد انصراف الطلاب. أيضا كان هناك عدد من التأكيدات المهمة المرتبطة بمتابعة حضور الطلاب بالمدارس واستخدام جميع الوسائل التي تجعل من المدرسة بيئة جاذبة. أيضا تم التأكيد على الالتزام بضرورة تحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح، والتأكيد على غرس القيم المرتبطة بالمواطنة وروح الولاء والانتماء للوطن، كذلك الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية. وأكدت الوزارة أنه يحظر عقد أي امتحانات خلال شهر إبريل عدا امتحان الشهر المخصص لطلاب صفوف النقل، على أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بدءا من يوم السبت الموافق 6 مايو، وامتحانات طلاب الدبلومات الفنية بدءا من يوم السبت الموافق 27 مايو، وامتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بدءا من يوم السبت الموافق 10 يونيو لعام 2023. في المتابعة الإخبارية التالية نتجه لوزارة الأوقاف واهتمامها بالمساجد في مختلف ربوع مصر. وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 24 مسجدا منها 21 مسجدا جديدا، فضلا عن إحلال وتجديد 3 مساجد والقيام بصيانة وتطوير شاملة لهذه المساجد، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من الأول من يوليو لعام 2022 وحتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها مع حضراتكم، وصل رقم المساجد إلى 668 مسجد، منها 533 مسجد جديد وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير 135 مسجد. في المتابعة الإخبارية الأخيرة معنا في هذه الجولة نتجه إلى ملف الصحة. الحكومة تنتهي من 30 مستشفى بنهاية العام الحالي، منها 22 مستشفى خاصة بالتأمين الصحي.
في تفاصيل الخبر كما تابعناه، هذه التأكيدات التي جاءت من الحكومة أنها تستهدف الانتهاء من إنشاء 30 مستشفى خلال العام المالي 2022-2023، منها 22 مستشفى في مستشفيات التأمين الصحي، وأربع مستشفيات في مجال الرعاية العلاجية، وأربع مستشفيات أخرى في مراكز طبية متخصصة، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تم تقديمها من وزيرة التخطيط دكتور هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ. هذه المشروعات طبعا تأتي في إطار خطة 2022-2023 واتفاقا مع مستهدفات خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. للمزيد من المتابعة أدعوكم لترحيب بضيفنا الكريم دكتور أشرف عقبة، رئيس قسم البطنة والمناعة بمستشفيات عين شمس سابقا. أهلا بك دكتور أشرف. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير وسعداء طبعا بوجود حضرتك معنا في هذا الصباح. وأبدأ معك بتقييمك لما أشرنا إليه في هذا الخبر، تركيز الحكومة أو إعلانها أنها ستنتهي من إنشاء 30 مستشفى بنهاية العام الحالي. بصراحة لا يستطيع أي مراقب أن ينكر ما تم إنجازه في السنوات القليلة الماضية في مجال الصحة. احنا بنشوف الحقيقة انه تطوير المستشفيات، وبالرغم من جائحة كورونا وتبعاتها وما تم من صرف على هذه الجائحة للوقاية والحصول على اللقاحات، الا ان الحكومة الحقيقة تسعى سعي حثيث لتحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمصريين. وبنشوف طبعا انه تجهيز المستشفيات الحقيقه هو شيء مكلف جدا، مش لانه مش بس هو المنشات الطبيه من ناحيه البنائيه، ولكن كمان من التجهيزات المطلوبه داخل كل مستشفى علشان تستطيع انها تقدم الخدمه الصحيه بالمستوى اللائق للمواطنين. يعني بنشوف كمان انه في خلال السنوات القليله الماضيه تم فعلا اجراء مبادرة 100 مليون صحة، اللي من خلالها فعلا تم عمل مسح كامل لكل المشكلات الصحية اللي بيعاني منها المواطنين في مصر، وبدأت طبعا بفيروس سي، وحاليا الحقيقة لا زالت قائمة وبتستمر، وأخيرا بيتم فعلا الكشف المبكر على سرطان الثدي للسيدات. ومن خلال هذه المبادرات الحقيقة بتقدم خدمات صحية على مستوى لائق يستطيع كل المصريين انهم فعلا يتلقوا الخدمة الصحية من خلال حتى كمان منظومة التأمين الصحي الشامل اللي بدأت فعلا في محافظات القناة وتستمر، وحاليا بيتم فعلا تجهيز 22 مستشفى اخرى علشان تقدر انها تدخل الى هذه المنظومة، ويتم فعلا يعني توفير كل ما يلزم من احتياجات طبية للمواطنين. هو طبعا على ذكر هذه الإشارة اللي حضرتك أشرت إليها، أنه طبعا 22 مستشفى من أصل 30 في التأمين الصحي. أيوة. فهذا القطاع طبعا بيستهدف يعني عدد أكبر من المستشفيات يا دكتور أشرف برأيك؟ طبعا هو لا زال لسه هذه هي الخطة المحطوطة علشان إتمام يعني الخطة في 22-23، لكن زي ما بنشوف ان وضع المستشفيات ما قبل هذه السنوات اللي بدأنا فعلا فيها في تحسين الخدمة الطبية كان وضع يعني متردي. النهاردة احنا الحقيقة بنفخر بمستشفياتنا اللي بدأت فعلا انها تكون على مستوى لائق، وبيتم فعلا تجهيزها بكل ما يلزم علشان نقدر ان احنا فعلا نقدم الخدمات الصحية بالمستوى اللي يتمناه كل مواطن مصري. هو قانون التأمين الصحي الشامل على ذكر مستشفيات التأمين الصحي المفروض أن يشمل كل المستشفيات يا دكتور عند تطبيق المنظومة في كل مصر، ولا هيكون في مستشفيات مستثناة منه؟ لا، المفروض طبعا أن هو يعني بيضمن تقديم الخدمات لكل المواطنين على مستوى الجمهورية كلها، لكن ده بيتم من خلال يعني خطة بيتم تجهيز مستشفيات في مناطق معينة ثم غيرها وهكذا، حتى يتم فعلا تأهيل كل المستشفيات لتقديم الخدمات بالمستوى المطلوب واللي فعلا يرضى عنه كل المصريين. تمام. طب إذا يعني أخذنا حضرتك في
قراءة أشمل لملف الصحة في مصر؟ يعني هستغل وجود حضرتك معنا في هذه المداخلة ونعيد قراءة الملف أو نعيد تقييمه. طبعا لا يخفى على الجميع المتابع لهذا الموضوع أن ربما الدولة تتحرك في أكثر من محور في هذا السياق، ربما انتظارا لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل. ثلاث مراحل أو ثلاث محاور رئيسية دعني أذكر مشاهدينا الكرام بيها: مبادرة 100 مليون صحة، طبعا دي بتشمل أكثر من ملمح ممكن حضرتك برضو تتحدث عنها أو تذكرنا بيها. المحور الثاني الكشف عن الأمراض غير السارية، والمحور الثالث طبعا منظومة التأمين الصحي الشامل. أعتقد أن دي أبرز ثلاث محاور في ملف الصحة دكتور أشرف. ده صحيح، احنا بنشوف انه مبادرة 100 مليون صحة اللي بدأت الاول بالكشف عن فيروس سي وعلاجه والحمد لله نجحت فعلا في القضاء على فيروس سي في مصر، كانت من اهم الانجازات الطبية اللي فعلا مصر كانت بتعاني منها. احنا كان مصر بتعد هي البلد رقم واحد في العالم في عدد المصابين بفيروس سي، النهاردة احنا الحمد لله تم القضاء تماما على فيروس سي. لكن استمرت مبادرة 100 مليون صحة الحقيقة في مجالات كتير، بنشوف مثلا انه هذه المبادرة قضت على قوائم الانتظار وتم فعلا استكمالها في الكشف عن الأمراض غير السارية. غير السارية هي المقصود بها اللي هي غير معدية، زي أمراض السكر والضغط والاعتلال الكلوي ومشاكل القلب ومشاكل المضاعفات اللي بتنتج عن الأمراض المزمنة. كمان اهتمت الحقيقة هذه المبادرة بصحة الطفل، وكان في استكمالا بها مبادرات عن كشف عن الأنيميا وعلاجها والتقزم والضعف السمع. واستمرت كمان هذه المبادرة الحقيقة في لتشمل السيدات في مصر، وبنشوف انه كمان في تنظيم الأسرة والكشف عن أورام الثدي عند السيدات الحقيقة هي مبادرة يعني بتخلي كل المشاكل الصحية تحت رؤية الدولة، وتقدر انها من خلالها تحط الخطط العلاجية اللازمة علشان نقدر ان احنا فعلا نغطيها. الى جانب طبعا تجهيز المستشفيات اللي بيتم حاليا علشان منظومة التأمين الصحي اللي يعني نتعشم انها تقدر انها تغطي كل مصر من اولها لاخرها، وما يبقاش في اي احتياج لاي مواطن مهما كان موجود في اي بقعة على ارض مصر ان هو يحصل على خدمة صحية ممتازة في المكان اللي هو فيه. وده طبعا يعني شيء مهم جدا حقيقة، يعني بنفخر به جميعا بانه بالرغم من الظروف الاقتصادية وظروف جائحة كورونا اللي مرت بها مصر والعالم كله، الا ان احنا استغلنا هذه الجائحة وكان في انجازات كبيرة تمت في خلال هذه الفترة. منظومة التأمين الصحي الشامل يا دكتور أشرف عندما يتم تطبيقها هتلغي كل المبادرات أو هتستوعب كل المبادرات اللي تحدثنا عنها أو أشرنا إليها؟ هيبقى طبعا ده شيء مستمر وموجود طول الوقت، وأي حد يقدر إن هو يوصل للمستشفى القريبة منه من خلال التأمين الصحي ويحصل على الخدمات الصحية، سواء في فكرة الاكتشاف المبكر، ودي طبعا وجهة نظر وفكرة الحقيقة ممتازة، لأن احنا بدل ما كنا بنتعامل مع المشكلات الصحية بعد ظهور المضاعفات، احنا النهاردة بنتكلم على الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية والتعامل معها قبل ما يبقى النقطة اللي انا عايز اتاكد من حضرتك منها، انه منظومة التأمين عندما يتم تفعيلها في ربوع مصر كلها، المبادرات اللي اشرنا اليها ما اعتقدش هيكون ليها يعني تواجد، لانه المنظومة هتكون اشمل واعم، يعني مبادرة 100 مليون صحة او المبادرات الاخرى للكشف عن الامراض غير السارية، هل ممكن ستستمر بالاضافة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل؟ وجود طبعا منظومة التأمين الصحي الشامل هيجعل الموضوع ده موجود طول الوقت، وبالتالي مش هيبقى فيه يعني مبادرات وإنما هتبقى هذه المبادرات هي نقطة البداية اللي احنا بدأنا بيها، وفعلا يعني من خلالها قدرنا ان احنا نعمل حصر كامل لكل المشكلات الصحية. وهذا الحصر الحقيقة مهم جدا، لأنه ده بيدينا فرصة على معرفة كل المشاكل الصحية واللي بيعاني منها المصريين، وبالتالي تجهيز
الإمكانيات اللازمة علشان التعامل مع هذه المشاكل والتفاعل معها عند يعني الحاج. طيب إذا كان لحضرتك يعني تعيد ترتيب أفكارنا أو تقدم بعض الأطروحات لصانع القرار، ما الذي يحتاجه ملف الصحة في مصر الآن، سواء نقاط عاجلة في الفترة الحالية أو في المستقبل القريب أو حتى على المدى البعيد؟ الخدمات الصحية الحقيقة يعني بتحتاج طبعا مستشفيات مجهزة، لكن بتحتاج كوادر كمان مجهزة وأطباء على استعداد أنهم يقوموا بهذه الخدمات بالمستوى اللائق. وبالتالي احنا بنقول أنه التجهيز لازم يكون تجهيز للحجر والبشر، يعني عايزين يكون هذه المستشفيات فعلا قائمة بإمكانيات ممتازة وكمان كوادر طبية تستطيع انها تقوم بتقديم الخدمه بالمستوى اللائق. وبالتالي لازم يكون في اتجاهات يعني اكثر من اتجاه للحصول على الخدمات الطبيه بشكل كامل، هو المستشفيات كمباني وتجهيزات وكمان الكوادر الطبيه والقائمين على المنظومه الطبيه بالشكل اللائق اللي يستطيع فعلا ان هو يقدم الخدمات الطبيه بالمستوى اللي يتمناه كل المصريين. أنا بشكرك شكرا جزيلا للدكتور على هذه المشاركة معنا في هذا الصباح، دكتور أشرف عقبة رئيس قسم البطنة والمناعة بمستشفيات عين شمس سابقا. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام، لا يزال بين أيدينا المزيد من الفقرات في هذا الصباح.